الزمالك جاهز، الزمالك جاهز سواء لمباراة فاركو أو كمان لمباراة شباب بلوزداد، وهو ده عنوان حلقتنا النهاردة. النهاردة معظم كلامنا أو كل كلامنا هيكون كروي جدا. احنا خلاص يعتبر دخلنا في مرحلة الساعات الأخيرة من استعدادات الزمالك لمباراة فاركو القادمة في ختام مباريات الدور الأول من عمر الدوري. طيب عايزة أطمن حضراتكم كالعادة قبل أي مباراة إن فريقنا جاهز، وجاهز كمان بنسبة 100%. كابتن أسامة نبيه مدرب الفريق كان ليه جلسة، الجلسة دي مهمة جدا، وفي التوقيت ده بالذات بتبقى مهمة جدا. ليه؟ لأن الجلسة دي مش بس للتدريبات أو للخطة أو للتشكيل أو خلافه، ولكن الجلسة دي بتبقى مهمة جدا لكابتن أسامة نبيه مع فريقه معنويا، ان هو يحفزهم معنويا. المرحلة النفسية دي من الفترة دي مهمة جدا، مهم جدا ان انت لما تيجي تتعامل مع لعيبتك في الفترة دي تتعامل معاهم نفسيا قبل كمان مهاريا، وتديهم الثقة في نفسهم زي ما حصل بالظبط في مباراة فيوتشر الأخيرة. طيب كابتن أسامة نبيه، ايه هي ابرز الحاجات اللي ممكن يكون اتكلم فيها مع لعيبته ليه مباراة فاركو؟ اولا اتكلم معاهم طبعا ان المباراة دي مباراة مهمة جدا، مهم جدا ان هم يفوزوا، والراجل حدد كذا هدف كده محتاجهم من مباراة فاركو. اولا ان هو عايز ينهي الدور الاول من عمر الدوري بشكل كويس جدا. طيب ايه اللي هيحصل لو انا نهيت الدور الاول من الدوري بشكل كويس جدا؟ اولا انا ضمنت ان انا طبعا في المربع الذهبي، انا كسبت 3 نقاط، ال3 نقاط دول غالية جدا 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 في مشوارك. هتستعيد ثقتك انت في نفسك، ثقتك في نفسك انك انت قادر، وان كل اللي فات ده خلاص احنا محتاجين جدا ان احنا نموته، ومحتاج جدا ان انت تفكر فقط في اللي جاي. ثانيا زي ما بقول لكم اتكلم معاهم في انك انت كلاعب مهم جدا انك انت تحقق الفوز الثاني على التوالي، يعني بتثبت اقدامك في المربع الذهبي للدوري. كمان قال لهم رساله قويه جدا انه محتاجين تكسبوا، محتاجين تكسبوا لان انتوا داخلين على مباراة مهمة جدا أمام شباب بلوزداد في دوري الأبطال، فمهم جدا جدا إن أنتوا تكسبوا هذه المباراة، ترفعوا كمان من روحكم المعنوية، ومن روح المعنوية كمان مش للفريق بس، لكن كمان للجماهير، جماهير نادي الزمالك. كلام معنوي، كلام نفسي، زي ما بقول لكم الفترة دي على قد طبعا مهم جدا ان انا افكر في استعدادات الفريق، وان انا داخل على مباراة مهمة امام فاركو، وفاركو برضو من الفرق اللي يتعمل لها حساب. وانا شايفة ان احنا خلاص يعني بالذات في الاونة الاخيرة ابتدينا كمان مع كابتن اسامة نبيه نتعامل ان كل مباراة بمباراتها. انا دلوقتي داخل على مباراة فيوتشر، مباراة فيوتشر انا الشوط الاول كنت عظيم جدا جدا، قدرت احقق اللي انا عايزه من المباراة، قدرت اخد اللي انا عايزه من المباراة ان انا اكسب ال3 نقاط. الشوط الثاني ما كنتش احسن حاجه، في بعض الاخطاء، طبعا في اخطاء، الاخطاء دي طبعا هيتم تداركها، بعد ما يتم تداركها تيجي انت لمباراه فاركو هتلاقي الدنيا بقت افضل وافضل، وهو ده المطلوب في الوقت الحالي، انك انت مباراه بمباراتها عندك فاركو، بعد كده شباب بلوزداد، اخلص من فاركو بعد كده فكر في اللي جاي. يا جماعه الزمالك مقبل على شهر صعب، خلينا نقول على شهر فبراير ده ان هو صعب جدا، صعب علشان هيتلعب فيه ماتشات في دوري ابطال افريقيا وكمان مباريات في الدوري، ومطلوب منك انك انت في كل المباريات اللي انت هتلعبها الفتره الجايه فقط انك انت تفوز. ده ضروري جدا، ده مهم جدا، هيفرق معاك جدا طوال الموسم. ليه؟ لانك اولا بالذات في دوري الابطال انت هتحسم مكانك في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، مهم قوي ان انت تكسر او خلينا نقول تعدي لعنه مرحله المجموعات اللي بتطردك اخر موسمين، يعني في سوء توفيق كده بيلازمنا في هذه المرحله محتاجين ان احنا نعديه. طيب عدينا مرحله شباب بلوزداد، هيبقى في ضغط مباريات بس عادي خلاص احنا متعودين، جماهيرك تستحق انك انت تتعب علشانها، تستحق انك انت تموت نفسك في ارض الملعب علشانها، تستحق انك انت تيجي على نفسك علشانها وعلشان الكيان وعلشان النادي. برضو من الحاجات المهمه جدا انك انت فكره ان انت راجع للمنافسه، راجع وما بتنافسش وخلاص، لا انت بتنافس وبتنافس بقوه وانت البطل اصلا، ف
محتاج الفترة الجاية انك انت تركز، تركز دي بنسبة 1000000%. عايزة اطمنكم برضو ان الزمالك استعاد جميع قوته الضاربة. طيب بمعنى ايه الكلام ده؟ في حالة سعادة حلوة جدا داخل نادي الزمالك، بالذات بمستوى ابراهيم انداي. طيب نقف عند ابراهيم انداي. ابراهيم انداي في مباراة فيوتشر بجد انا شايفة ان هو قدم اداء كويس جدا. اتكلمنا كتير جدا في فكره شخصيه لاعب ولاعب قد ايه بتفرق. عادي انا ممكن اجيب لاعب ما يندمجش بسرعه ولاعب يندمج بسرعه، ولكن ابراهيم انضاي انت اصلا هتبتدي بقى من دلوقتي تحكم عليه، لان الفترات الاخيره هو كان مصاب، ولكن هو راجع من الاصابه بجد بشكل كويس جدا، مكتسب حساسيه المباراه بشكل كويس، ظهر بشكل كويس جدا كمان في التدريبات الاخيره. كمان عايزه اطمنكم ان فتوح وعبد الله جمعه كمان جاهزين، وكمان سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري هو مهاجمنا الأول الحمد لله برضو، عشان كده بقول لكم مباراة فيوتشر دي كان ليها مكاسب بالجملة، مكاسب كتيرة جدا، العائد من الإصابة، مستوى اللاعبين فارق، كل لاعب عندك لما لعب في مركزه أدى كويس جدا، حافظت على الثنائيات الناجحة داخل فريقك، فهمنا ايه الثنائيات الناجحه داخل الفريق، كل لاعب بيلعب في مركزه خلاص، فطبيعي جدا وقتها ان يبقى نتيجه ده انك انت تكسب المباراه. فعشان كده من الحاجات برضو اللي بسطاني جدا في مباراه فيوتشر عوده سيف الدين الجزيري للتهديف مره اخرى، وكسر الصيام التهديفي. سيف الدين الجزيري كان من اهم اللاعبين للتسديد في العام الماضي او في الموسم الماضي. من الاخبار برضو الكويسه جدا انك انت استعدت واحد من اهم عناصر الخبره داخل الفريق، هو كابتن الفريق طبعا شيكابالا. شيكابالا من الاسلحه المهمه جدا جدا ليك، ليه دور كبير جدا في المباريات، ليه دور كبير جدا كمان مع الفريق. فوجود شيكابالا كمان بشوفها واحده من الاوراق الرابحه، ويعني وانت محتاج شيكابالا على فكره الفتره اللي جايه. شيكابالا بيعرف يلم لعيبته، بيعرف يتكلم معاهم، يتفاهم معاهم، هو اخ طبعا ليهم وهو كابتن الفريق. ده غير كل ده بقى مهاريا شيكابالا بالنسبه طبعا لاي كابتن او اي مدير فني بيمسك الفريق او بيدير الفريق، شيكابالا بالنسبه له من الاوراق الرابحه، من الاوراق الاعتماديه الرابحه، انك انت تقدر تنزل شيكابالا في اي وقت، في اي وقت من المباراه يقلب لك موازين المباراه كلها. فمهم جدا جدا كمان عوده شيكابالا.